معنا دكتور مجاهد عباس ابراهيم، الناشط السياسي والحقوقي من الولايات المتحده الامريكيه. مرحبا بك دكتور مجاهد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك يا اخي الكريم، والسلام عليكم وعلى جمهور قناه طيبه. اهلا بك دكتور مجاهد. يمكن ضيفنا بيقرا الزياره في اطار تسابق اماراتي سعودي، هكذا يرى، ويرى بان الامارات حتى لو التزمت ببعض الامور الاقتصاديه يعني ايفائها تشوبه بعض يعني الشكوك بحكم التجربه السابقه من وجهه نظره. يعني ربما في نقاشات سابقة كنتم أدليتم ببعض المعلومات استباقا لهذه الزيارة، ثم ما تلاها هناك حديث عن صفقة كبيرة تضم بورت سودان، تضم الفشكة، هناك حديث عن يعني قيام البرهان بمناورة جيدة، بعض يعني الحوارات أو المفاوضات التي أفضت إلى شيء ناجح. يعني لو وضعتمونا في صورة المعلومات التي وصلتكم وتحليلكم لها. طيب السلام عليكم، شكرا لكم الكريم الدكتور. الذي يحدث الآن ليس تسابق سعودي أو إماراتي، الذي يحدث الآن تسابق عالمي. فهذا التسابق العالمي الآن على السودان أو يضطه ضرورات جديدة. طبيعة ما حدث في الإمارات هو شيء مختلف. اولا السودان لم يسب الامارات، الامارات بدات هذه المناورات منذ 3 اشهر، وبدا الحديث حول عوده قحط حتى في اطار وجود حمدوك نفسه عندما كان موجود على السلطه وعندما عاد في اتفاق الشيخ. الامارات ترى انه واحده من قضاياها الاساسيه انها تريد حكومه مواليه لكل ما تحمل الكلمه معنى لها، تريد حكومه طيعه، تريد حكومه تستطيع ان تمرر عرضها على الاجنده التي تريدها وادوارها المشبوهه في افريقيا. ولذلك ذهب البرهان في اطار هذا التضييق الذي وجد. البرهان كمنظومه عسكريه في القبعه العسكريه والقبعه السياسيه بقياده، عندما ذهب الى الامارات كان يحمل قيود ثقيله. احد هذه القيود هو القياده الوسيطه او رؤيه الجيش، تعال نقولها رؤيه الجيش الاحترافيه حول ما يحدث في السودان. الجيش ليس لديه طليعه سياسيه، ولكن الجيش لديه رؤى حول الامن والقوم السوداني. الاتصالات كانت قد تمت. اولا السعوديه قامت ببعض الاتصالات في اطار امنها، وانا اشير هنا الى تسريب يوم 23 و24 الذي تم في اكاديميه نايف، وتحدثت السعوديه هذا العام المنصرم، هذا الشهر المنصرم وليس هذا الشهر، يعني احنا لم نصل الى مارس 23 بعد يعني. فالذي حدث في ذلك اليوم ان تحدث السعوديه عن امن المملكه، ليس امن الخليج، امن المملكه. وقدمت كثير من خلينا نقول المساعدات. هذا الذي ترى بالرؤيه بتاعه الامارات انها تطالب بزيارته. يا جماعه الامارات هي التي طالبت بان ياتي البرهان كي يختم هذا الامر. الذي حدث انه ارسلت وفود من البرهان او من القياده المجلس السيادي حول الرؤيه التي جاءت بها الامارات والمبادره الاماراتيه التي تقول الاتي: ريفورم اقتصادي كامل للسودان في ظرف 4 سنة، وهذه هي الكتله الانتقاليه الجديده، وهو نتمنى من الدكتور ان يقرا هذا الـ4 سنين ماذا ثاني.